طيب خلونا نروح من الهاندبول ولقصة تانية، ولكن برضو في أجواء متابعتنا للرياضات الجماعية اللي ماشية بشكل جيد وبتجتهد في الفترة الأخيرة، وتحديدا كرة السلة عندنا اختبار عالمي كبير جدا ومهم برضو أكيد في نهائيات كأس العالم لكرة السلة، واللي هتكون بتنطلق بعد 72 ساعة فقط. وأول امبارح وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني روي رانا، و طبعا هنكون بنشاهد هذه البطولة بتقام في الفلبين، وإن شاء الله تكون منافسات قوية جدا في بطولة كأس العالم من قبل منتخبنا. المقرر انطلاق هذه البطولة من يوم 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر اللي جاي، يعني بنتكلم عن 3 أيام بالضبط، وندخل واحدة من أهم الأحداث الهامة جدا في كرة السلة. تهم طبعا الجمهور المصري بشكل عام، ولكن محبي ومتابعي كرة السلة بشكل خاص. خليني برضه اقول لحضراتكم قائمه منتخب مصر لكره السله واللي اعلن عنها المدير الفني روي رانا، واللي هتكون بتشارك في نهائيات البطوله. ادم موسى، كريم حاتم، ايهاب امين، يوسف شوشه، عمرو الجندي، عمر هشام، عمرو زهران، باتريك جاردنر، وعمر طارق، احمد خلف بيبو، عاصم مرعي، وانس اسامه. منتخبنا هيكون بيلعب في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا. أول مباراة هتكون مع منتخب ليتوانيا هتكون يوم الجمعة 25 أغسطس، وبعدها هيكون بيلعب مع منتخب مونتينيجرو، ويوم الأحد 27 أغسطس هيكون بيلعب مع منتخب مونتينيجرو، وآخر المباريات هتكون مع منتخب المكسيك تحديدا يوم الثلاث 29 أغسطس. ده كده ترتيب اللقاءات الخاصة بمنتخبنا الوطني. وطبعا كلنا فاكرين إن منتخبنا تأهل إلى نهائيات كأس العالم ممثلا عن القارة الإفريقية بصحبة كل من أنجولا، جنوب السودان، وكاب فيردي، وكمان منتخب كوت ديفوار. احنا تأهلنا كمنتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم اللي هتكون بنتابعها خلال الأيام المقبلة، بعد ما احتل المنتخب المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال. واتكلم الحقيقة المدير الفني روي رانا لمنتخبنا الوطني عن مشوار بقى الفراعنة في التصفيات، وكمان المنافسين القادمين في كأس العالم. الحقيقة ان المدير الفني اتكلم عن مرور عام ونصف منذ ان تولى منصب المدير الفني للمنتخب المصري، وقال انا من كندا وكنت مدرب لعدد من المنتخبات الوطنية في العالم، متحمس جدا بالخطوة اللي احنا بناخدها مع منتخب مصر، وهي خطوة المشاركة في كأس العالم. أضاف كمان أن احنا بدأنا في فبراير في داكار، خسرنا مباراتنا الأولى، بعد كده ركزنا والتزمنا بكل التفاصيل واتكلمنا عنها مع كل المسؤولين، واتكلمنا كمان أن منذ توليت زمام الأمور كانت النتائج مبهرة، لعبنا بقوة مع بعض، واحنا كمان ملتزمين بمحاولة الوصول لأفضل فريق ممكن، وكان في استخدام لعدد كبير ومختلف من اللعيبة، ودي حاجة شائعة جدا في مرحلة التصفيات. قال كمان رانا أنا فخور جدا بالفريق، اللعيبة والجهاز الفني وكمان الاتحاد، الكل عمل المهمة بتاعته على أكمل وجه، وبالنسبة لي كانت الفرحة الكبيرة للكل في مصر، اللعيبة والجهاز والاتحاد. يعني أنا ما قلتش أي حاجة كتيرة لأن أنا كنت حابب المشاركة مع اللاعبين في احتفالاتهم، وقلت لهم ازاي انا فخور بيهم، وكانت لحظه مهمه جدا لينا كلنا، والاهم كمان من ده بالنسبه لي هو سعاده المصريين. فكل التوفيق باذن الله لمنتخب مصر والجهاز الفني بقياده روي رانا. عندنا اكيد طموحات كبيره في الوصول لابعد نقطه ان شاء الله. البطوله صعبه اكيد، و نفسنا نشيل خالص من دماغنا فكرة التمثيل المشرف، عايزين نروح بقى للأدوار النهائية في المونديال، ناخد الموضوع أكيد خطوة خطوة، يعني نحقق التارجت الأولاني المطلوب هو إن شاء الله بالتأهل عن المجموعة، بعد كده ممكن نبدأ نفكر عايزين نعمل إيه كخطوة بعدها، ولكن أهم حاجة نمشي خطوة خطوة. وإحنا كمان بنأكد لحضراتكم إن من خلال برنامج صباح أون تايم هنكون معاكم لحظة بلحظة مع كتيبة منتخب مصر في البطولة، اللي بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق بإذن الله، يكونوا بيشرفونا وبيشرفوا كرة السلة المصرية.